السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نستهل الأخبار بأبرز العناوين. تعليق العمل بالمؤسسات القضائية في حجة تنديدا باختطاف قاضي المحكمة الجزائية. احتجاجات في الحديدة على انعدام الديزل، وفي إب رفض لقرار إقالة مدير الضرائب. مرحبا بكم. أغلقت المؤسسات القضائية بمحافظة حجة أبوابها صباح اليوم بعد إعلان موظفوها إضرابهم المفتوح احتجاجا على عملية اختطاف رئيس المحكمة الجزائية القاضي محمد عبد العليم السروري من قبل مسلحين يتبعون قبيلة الأدبعة. وبحسب شهود عيان فقد سبق عملية الاختطاف اقتحام المسلحين ساحة المحكمة وإثارة الفوضى وإطلاق الرصاص على مكاتبها. من جهة أخرى قام المسلحون بفرض طوق على محيط السجن المركزي بالمحافظة في خطوة متكررة لمحاصرة المعتقلين من شباب الثورة، فيما حذرت منسقية الثورة بحجة من إقدام المسلحين على أي حماقات بحق المعتقلين، مطالبة الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية اللازمة لهم. إلى ذلك أكد مصدر أمني بأن وساطة تبحث آلية إطلاق سراح القاضي المختطف، وفي حال تعثرت الوساطة فإنهم بانتظار توجيهات عليا بتنفيذ حملة أمنية للإفراج عن القاضي السروري. قتل شخص وأصيب أربعة بينهم ضابط وجنديين بانفجار قنبلة أثناء محاولة أفراد الأمن القبض على أحد المطلوبين أمنيا على خلفية حادثة جنائية سابقة. وقال مصدر أمني لمراسل سهيل إن مطلوبا أمنيا يدعى باسل عبد سيدم لقي مصرعه، فيما أصيب الضابط بإدارة البحث الجنائي بأمن دمت طاهر الدوبحي والجنود عبد طاهر النجار وسفيان علي حسن ومواطن آخر يدعى دحان الواقدي. وتشير المعلومات إلى أن الانفجار وقع عقب محاولة الجنود إلقاء القبض على باسل عبد سيدم وآخرين للتحقيق معهم في واقعة حريق محل تجاري مجاور لمحلاتهم، مشيرا إلى أن المذكور رفض الانصياع لأفراد الأمن وأثناء محاولة القبض عليه انفجرت قنبلة كانت بحوزته. تتواصل في محافظة الحديدة احتجاجات المزارعين وأصحاب المخابز والأفران أمام مبنى شركة النفط اليمنية ومبنى قيادة السلطة المحلية ومكتب التموين والتجارة بالمحافظة للمطالبة بتوفير مادة الديزل والمشتقات النفطية. وأكد المحتجون رفضهم التلاعب بمادة الديزل وبيعها في السوق السوداء من قبل نافذين، مناشدين قيادة السلطة المحلية ووزارة النفط والحكومة القيام بواجبها وإنقاذ المزروعات من الجفاف من خلال توفير مادة الديزل التي تعتبر المصدر الرئيسي في تشغيل آلات الزراعة ومضخات المياه والأفران. يواصل موظفو مصلحة الضرائب بمحافظة إب وقفاتهم الاحتجاجية أمام مجمع المالية والضرائب بالمحافظة لليوم الرابع على التوالي. ويطالب المحتجون وزير المالية وقيادة السلطة المحلية بالعدول عن قرار تغيير مدير عام مصلحة الضرائب بمحافظة إب عبد الإله المفتي، معتبرين قرار تغييره إقصاء للكوادر النزيهة والكفوءة. رسالتنا للأخ وزير المالية والأخ رئيس المصلحة والأخ محافظ المحافظة بخصوص القرار الصادر ضد الأخ المدير عام مكتب الضرائب الأستاذ عبد الله المفتي الذي حقق نتائج كبيرة داخل المكتب لم يسبق للمكتب تحقيقها، فنحن موظفي ضرائب إب نرفض هذا القرار التعسفي بإجماع كامل.
طالب أكاديميون ومثقفون ووجهاء في محافظة الضالع المجتمع الدولي بالنظر في أعمال جماعة الحوثي الخارجة عن القانون والمعرقلة لمخرجات الحوار الوطني والضغط على هذه الميليشيات للانخراط في العمل السياسي وترك العنف وتسليم السلاح للدولة. وأكدوا في لقاء توعوي بمنطقة موريس مديرية قعطبة بالضالع أن الآباء والأجداد رووا أرض الوطن بدمائهم من أجل الحرية والكرامة وإقامة الحكم الجمهوري عندما أزالوا بذلك العهد الإمامي البائد، وأن الأبناء والأحفاد لم ولن يقبلوا بالعودة إلى الماضي مهما كلفهم ذلك من ثمن. واعتبر عضو مؤتمر الحوار الدكتور محمد مسعد العودي إن ما تقوم به جماعة الحوثي من تمديد وأعمال عنف هي أخطاء قاتلة في حقهم، مشيرا إلى أنهم وضعوا أنفسهم بذلك في مواجهة مع الشعب. نظمت مبادرة شركاء التنمية شباب بقاعة جمال عبد الناصر بكلية الآداب جامعة صنعاء، نظمت ندوة بعنوان دور الشباب في التعاون مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار. وهدفت الندوة إلى توعية الطلاب بالدور المنوط عليهم من أجل المساهمة في حفظ الأمن وخلق ثقافة مجتمعية تقوم على التعاون والشراكة بين المواطنين والأجهزة الأمنية لإيجاد وضع أمني مستقر. نظمت مؤسسة حرية للحقوق والحريات والتطوير الإعلامي مؤتمرا صحفيا للزميل الإعلامي فراس شمسان، والذي استعرض من خلاله ما تعرض له من انتهاكات خلال اعتقاله التعسفي من سلطات الانقلاب في مصر، وذلك أثناء تواجده في معرض القاهرة الدولي للكتاب. وقال الصحفي إنه تعرض لأصناف عدة من العذاب من ضرب واستخدام الألفاظ البذيئة، مشيرا إلى أنه جرى تحويل قضيته إلى جنائية بعدما رفقت له تهمة السعي لقلب نظام الحكم في مصر وتم إجباره بالتوقيع على محضر التحقيقات دون الاطلاع عليهم. عقدت اليوم بالعاصمة صنعاء ورشة عمل خاصة بصناع القرار ضمن مشروع نظام النزاهة الوطني، والتي تنظمها المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة. وتأتي الورشة ضمن أنشطة المؤسسة الخاصة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة بهدف مراجعة نتائج وتوصيات الدراسة التقييمية لنظام النزاهة الوطني في اليمن، كذلك الخروج بخطة مناصرة تشاركية. نفذ العشرات من موظفي وعمال الخطوط الجوية اليمنية وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام رئاسة الوزراء احتجاجا على استمرار تردي وضع الشركة، وناشد المحتجون الحكومة بدعم الناقل الوطني وضمان بقائه كرافد للاقتصاد الوطني. وأكد المحتجون أن الوقفة الاحتجاجية تأتي من أجل الحفاظ على الخطوط الجوية اليمنية بما يحفظ للعاملين حقوقهم. نظمت جمعية المودة الاجتماعية بمحافظة شبوة منتدى حواريا حول مخرجات الحوار الوطني بحضور وكيل محافظة شبوة فهد سالم التوصلي. ويهدف المنتدى الذي يعقد بالشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني إلى التوعية بمخرجات فريق بناء الدولة والدستور المبادئ والأسس والاطلاع على آراء المواطنين. ضمن سلسلة تقارير قناة سهيل الفضائية عن المناطق الزراعية في تهامة وما تعرضت له من إهمال متعمد إبان حكم النظام السابق، الزميل عبد الحفيظ الحطامي يستعرض اليوم تعثر طريق القرشية في زبيد، نتابع. باتجاه منطقة القرشية الزراعية بمديرية زبيد بمحافظة الحديدة، يتأكد للزائر لهذه المناطق أكذوبة مشاريع الطرق
التي بقي النظام السابق يتباهى بها، فتعثر مشروع طريق حيوي كهذا دليل على سياسة الحرمان التي عوقبت بها اتهاما. كل ما طالبنا رحنا وزارة الأشغال، ها والعاقل حسن اديت مرات إلى وزارة الأشغال والملف متآمل. أول مرة قالوا ودوه مارب، ثاني مرة قالوا بدري مودوه، ثاني مرة قالوا ودوه طريق الجاح، ثالث مرة الحين لأنه يردموا ويضحكوا إلينا كله ضحك في ضحك. هذا هو حال طريق زراعي تولد الأمهات فيه أطفالها أثناء إسعافهن إلى مدينة الحديدة، وتتلف الخضروات والفواكه أثناء نقلها من مزارع المواطنين إلى محافظات أخرى. الطريق من عام 2005 وهم من دراسة إلى دراسة، إلى الآن سمعنا أنه على وشك التنفيذ بحسب ما أفاد احنا الأخ مدير المديرية. تقابلت مع الأخ وزير المالية شخصيا وأكد لي التأكيد الصحيح على أنه الطريق منفذة منفذة. يقول السكان إن طريق القرشية بدأ العمل بها في عهد الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، وصرفت 150 مليون ريال في عهد نظام المخلوع ولم يتم إنجازها حتى اللحظة. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، عزلة القرشية، مديرية الزبيد، محافظة الحديدة. افتتح محافظ الحديدة المهندس أكرم عطية ومعه نائب وزارة الثقافة الأستاذة هدى أبلان المعرض الدولي الثالث بمحافظة الحديدة بمشاركة 70 من دور النشر العربية والمحلية، وتقام على هامش المعرض فعاليات ثقافية وأدبية. نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن وبالتنسيق مع مركز معين للتنمية المجتمعية دورة تدريبية حول دور الإعلاميين في دعم أولويات الشباب والنساء في ظل اللامركزية. وتستمر الدورة لمدة يومين بمشاركة 20 إعلاميا من مختلف وسائل الإعلام. ترأس نائب مدير عام مكتب التربية والتعليم بمارب عبد العزيز الباكري اجتماع لجنة تكريم المعلمين والإداريين بمارب العام الدراسي 2013 و14، وجرى خلال الاجتماع فحص عدد من ملفات المرشحين من المديريات ومدى خضوعها للمعايير وشروط التكريم وفق التعميم الوزاري. وما تزال اللجنة مستمرة في لقاءاتها واجتماعاتها حتى يتم استكمال فحص الملفات واختيار المرشحين. دشنت اليوم في الصالة الرياضية بمحافظة مارب بطولة كأس الفقيد عبد الخالق الشريف، والتي تنظمها جمعية أجيال مارب بالتعاون مع نادي سد مارب وفرع اتحاد كرة القدم بالمحافظة. يشارك في البطولة التي تستمر على مدى 20 يوما 13 ناديا موزعين على 4 مجموعات من كرة القدم، إلى جانب ألعاب الطائرة والكاراتيه والجمباز والطاولة والشطرنج، فضلا عن ذلك المسابقات الثقافية في مجالات القرآن الكريم والشعر والقصة. وجرى خلال التدشين تقديم عروض رياضية مختلفة للفرق المشاركة في البطولة. أقيم اليوم في بيت الثقافة حفل اليوم العالمي لمسرح الدمى، والذي ينظمه فريق ثراء لمسرح العرائس. وتم في الفعالية استعراض تجارب محلية وعالمية في مجال مسرح الدمى. وأكدت رئيسة فريق ثراء إن فن العرائس يستخدم لتعزيز السلام والتفاهم المتبادل بين الشعوب بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الفكر.
ويهدف فريق ثراء لمسرح الدمى إلى مناقشة قضايا الطفولة عبر إيصال أكبر قدر ممكن من الفائدة والمتعة للأطفال المستهدفين. في نهاية الحفل تم تكريم المبرزين والمبدعين من الأطفال في مسرح العرايس وكذلك المهتمين بهذا الفن. سعيد بحضوري ومشاركتي هذا الحفل، أنا انبهرت بهذا الحفل ومعجب بأداء الشباب كثير جدا ومعجب كثيرا من مسرح الدمى، وواضح أن الإنجازات اللي حققوها في هذا المجال كبيرة جدا مع الشباب في إطار الإبداع بغض النظر عن ماذا كم عمر الشاب، إلى أي حزب ينتمي، إلى أي جامعة أو أكاديمي وغير أكاديمي. نلاحظ أن الناس يقفوا عائق أمام الشاب. خريج سوريا، درست إخراج، درست فن تشكيلي، وهو مبدع لانه بيكاسو سلفادور دالي ما درسوش في اي، هم الذي اسسوا المدارس. فنقول لنا الشباب نحن تعالوا وانضموا معنا، ما قدرناش نساعدكم في الوزاره، بنساعدكم على اطار المنظمات. تجربتنا كانت بدات في 2012، في يناير 2012، حول ان احنا فكرنا كشباب انه بسبب انه عدم وجود بيئه متخصصه في مجال مسرح الدمى العرايس، فكرنا انه كيف يتم ايجاد بيئه حقيقيه لمسرح الدمى العرايس، ومن خلالها انطلقنا كفريق متخصص في مجال مسرح الدمى العرايس. قدمنا اكثر من 20 عرض على لمستوى لمحيط الاطفال، قدمنا اكثر من 7 دورات تدريبيه متخصصه للعاملين في محيط الاطفال، وقدمنا 7 دورات تدريبيه للاطفال انفسهم. في جمع تصالحي مهيب قام أهالي بيت صلاح في منطقة يحيص بأرحب بإصدار العفو عن عبد الله صالح على علي لقتله عياش صلاح أثناء انتظاره في إحدى محطات الوقود للحصول على الديزل. جاء هذا العفو بعد أن رفع أبناء الجاني الراية البيضاء، وسبق ذلك تقديم الجاني عبد الله صالح إلى أولياء الدم كاعتراف بالذنب والرضا بأي حكم يصدر منهم. الحاضرون أشادوا بهذا العفو معبرين عن إعجابهم بموقف ولي الدم وعفوه. مشاهدينا الكرام، قبل الختام نذكركم بأبرز ما جاء في الأخبار. تعليق العمل بالمؤسسات القضائية في حجة تنديدا باختطاف قاضي المحكمة الجزائية. احتجاجات في الحديدة على انعدام الديزل، وفي إب رفض لقرار إقالة مدير الضرائب. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام. نشكركم على حسن المتابعة وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.